السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة عن افضل العاب هاك اند سلاش. العاب الهاك اند سلاش بتقدم نظام قتال محترم، سرعة جيم بلاي مع تقطيع الاعداء، خصوصا ان الجينرا دي بتتميز بالدموية والعنف مع تنوع الحركات القتالية. والفيديو برعاية محلات جيمز تو ايجيبت. فتعالوا نتعرف على 10 العاب هاك اند سلاش محترمة، والترتيب هيكون عشوائي، واتمنى الدعم باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. احب ابدا بلعبه نينجا جايدن، اسطوره الهاك اند سلاش، مع البطل ريو، واللي واحد من اكتر السيافين السفاحين والمتعطشين للدماء. ريو هو احد النينجا اللي بيستخدم سيف التنين. احلى حاجه في ريو هو سرعته في قتال الاعداء. وبصراحة عشاق الانمي لازم يلعبوا نينجا جايدن ويعيشوا حياة النينجا السفاح ريو، واللي ممكن يقتل مئات الشياطين خلال دقايق، وده بفضل ان هو زعيم عشيرة هايابوسا، عشيرة السحر والتنين. وريو بيمتلك قدرات قتالية مختلفة زي مثلا توقيف الوقت، عمل نسخ منه، وبيمتلك قوة خرافية بتسمح له انه يموت جيش كامل لوحده. بالنسبة لي نينجا جايدن 1 و 2 كانوا أفضل أجزاء من السلسلة. التالت مقبول لحد ما، بس بصراحة التاني كان دموي جدا وبيقدم أسلحة وحركات قتالية متنوعة. أحلى حاجة لما ريو بيحارب الأعداء في الهواء، إحساس كان جامد. برضو قتالات الزعماء كانت ملحمية، بس لو هتلعبوا التاني أنصحكم تلعبوا نسخة الإكس بوكس، لأن نسخة سيجما الموجودة على بلاي ستيشن والبي سي بالرغم إن رسوماتها أفضل، لكن الدموية فيها ضعيفة. فبصراحة دي المشكلة الوحيدة اللي موجودة في الجزء الثاني. ديفل ماي كراي 3، وبصراحة هي أسطورة أخرى. السلسلة كلها كانت قوية ما عدا الثاني، طبعا كان وحش جدا، بس بالنسبة لي الخامس والثالث كانوا أفضل أجزاء، لأنهم أكتر جزئين قدموا تنوع من حيث الأسلحة، المهارات، القدرات والأعداء، خصوصا الخامس اللي بيقدم عشرات من الحركات القتالية لكل سلاح. برضو تنوع الشخصيات كان محترم، فكل شخصية بتديك جيم بلاي مختلف تماما. نيرو، دانتي، وافي، كل شخصية لها اسلوب مختلف في القتال والاسلحة. بس بصراحة بالرغم من روعة الجزء الخامس، بس بشوف ان دانتي في الثالث نظام القتال فيه كان افضل وادماني، وحتى شخصيته كانت افضل في الثالث. برضو شخصية فيرجل في الجزء الثالث ظهوره كان جامد ومميز. انما عموما ديفل ماي كراي قدمت جيم بلاي صلب وسريع مع تنوع محترم بالقتالات والحركات القتالية. دارك سايدرز 1 لعبة هاك اند سلاش كلاسيكية، وهي مختلفة عن معظم اللعب الموجودة هنا، وبتلعب بالبطل وار، احد الفرسان الاربعة الجامدين جدا. بصراحة تعالوا نتفق ان دارك سايدرز 1 فيها انظمة لعب وميكانيكس ما بقتش موجودة في معظم العاب دلوقتي، لان معظم العاب الهاك اند سلاش مع الوقت اتحولت للعاب سولز. وفعليا في الجيل الثامن العاب السولز كترت، وانما العاب الهاك اند سلاش قلت واتمحت تماما. فحتى الجزء الثالث من لعبة دارك سايدرز بقى عبارة عن لعبة سولز، مع ان الجزئين الاول والثاني كان ليهم توجه واضح وهو الهاك اند سلاش. ودي مشكلة صناعة العاب في الوقت الحالي، ان لما في جينرا بتنجح نجاح ساحق، فبتلاقي معظم المطورين بيغيروا من نوع لعبتهم وبيحولوها لاسلوب تاني علشان ياخدوا نصيبهم من المكسب. فعلى سبيل المثال ذا ويتشر 3 لما نجحت فكله بقى عايز يعمل زيها، خصوصا اساسنز كريد. العاب السولز لما نجحت فكله بقى عايز يعمل سولز. العاب الباتل رويال نفس الكلام. والمشكله ان ده بيبقى على حساب شيء تاني، فزي ما قلت العاب السولز حرمتنا من العاب الهاك اند سلاش. نيو مثلا كان بيتم تطويرها على انها لعبه هاك اند سلاش، بس بعدها بقت لعبه سولز، وبرضه نيو حرمتنا من نينجا جايدن. وفعليا ديفل ماي كراي 5 الوحيده اللي حافظت على نفسها. معرفش ايه علاقه الكلام اللي بقوله ده في دارك سايدرز 1، بس بصراحه كان محشور في زوري وحبيت اتكلم فيه، وبرضه سمعوني رايكم في الكلام ده. عموما دارك سايدرز 1 فيها قتالات ملحميه، الهاك اند سلاش متقدم بشكل ثوري ومليان قدرات وحركات قتاليه مختلفه. اتمنى اللعبه ترجع بجزء جديد بتكلفه انتاج كبيره، لان من الواضح ان التالت ميزانيته ما كانتش كبيره، بل كمان الرابع جينيسيس تكلفته كانت اقل. ميتال جير رايزنج، واللي بصراحه من اكتر اللعب المظلومه للاسف كونامي، ربنا يحرقكم بجاز. ميتال جير رايزنج بتقدم البطل رايدن
رايدن بيمتلك مهارات قتالية بتسمح له انه يقطع اي شيء لقطع صغيرة، اي شيء تتخيله وتقدر تقطعه، الالات او الاعداء، وتشوف الجزيئات وهي بتطاير. فيزيائية التقطيع متصممة بشكل جامد، فالبطل رايدن صلب وبيلعب بالسيف بشكل اسطوري. بصراحة اللعبة دي قوية جدا، كل معركة بتخوضها فبتحس بقوة السيف، بتحس بقوة الهاك اند سلاش، طريقة صد الضربات والقتال بالسيف بيقدم شعور مرضي، وبرضو روعة تصميم المهمات وتنوع محتوى اللعب، زي لما رايدن بينط من صاروخ لصاروخ تاني بدون ما ينفجر. فالجيم بلاي ممتع جدا والكومبات اسطوري، وبرضو معارك الزعماء المليئة بالقتالات الملحمية، قتال أرمسترونج وسام والآلي العملاق. فميتال جير رايزنج هي من اعظم العاب الهاك اند سلاش، وللأسف اتحرمنا من اي جزء جديد ليها، مع ان ده اكتر وقت مناسب لعودة اللعبة، لان خلاص العاب الهاك اند سلاش بتموت. ثلاثية برينس اوف بيرجا، تعالوا نتفق ان الثلاثية دي هي من افضل خمس العاب طورتها يوبي سوفت. الثلاثية كانت جميلة، بتقدم انظمة انيميشن ثورية وسبع عصرها، فنظام القتال والانيميشن، تخيل ان الجودة دي كانت في لعبة جيل خامس. بصراحة تستغرب ايه الانحدار اللي وصلوا له يوبي سوفت لما لعبة جيل خامس تقدم الميكانيكس دي زي الباركور، واللي اعتقد انها كانت اول لعبة تقدم الميكانيك ده. برضو امكانية ترجيع الزمن او الوقت، فكان ميكانيك ثوري. فالجيم بلاي محترم، واحلى شيء فيه انه خطي بالكامل، فمفيش اي عناصر RPG مزعجة، مفيش اي حشو، مفيش اي تمطيط، فحتى اخراج معارك الزعماء كان جامد. جزء تو ثرونز ووريور وزن قدموا اعظم معارك زعماء، يكفي زعيم زي دهاكا كنت فعليا بتحس بالهيبة والخوف منه. انما اجمل شيء في الجيم بلاي هو ان اللعبة دمجت عناصر الباركور ودمجتها مع القتالات والهاك اند سلاش، فكان حاجة فخمة. وهنستنى الريميك ونشوف هل هيقدم شيء بنفس الفخامة ولا هيكون ريميك تعبان. بايونيتا 2، بصراحة اللعبة دي من اكتر اللعبة اللي تمنيت اني اختمها من تاني على البي سي، للأسف الجزء التاني والتالت لانهم من تمويل نينتندو فتحصروا على اجهزة نينتندو، بالرغم من الاول موجود على كل المنصات لانه من نشر سيجا، بس التاني كان اجمد بكتير. فعموما الهاك اند سلاش في بايونيتا 2 جامد وسريع جدا، الكومبوهات جامدة وسلسة، وفي تنوع محترم في الاسلحة والقدرات، القتالات ملحمية واسطورية. بصراحة بلاتينوم جيمز هو ملك في الهاك اند سلاش، فمعرفش ليه يقدم لعبة فاشلة زي بابلونز فول. فاينل فانتازي 7 ريميك، سلسلة فاينل فانتازي مشهورة بالقتالات الملحمية، وريميك الجزء السابع قدر انه ينعش اللعبة ويستهدف لاعبين جداد على السلسلة، ويعيشك تجربة لعب جديدة مختلفة عن الجزء القديم، لان الجزء القديم كان تيرن بيزد، على عكس الريميك اللي قدم نظام قتال حر وقدر انه يستعرض كلاود بافضل شكل ويورينا قدراته الحقيقية في القتال الحر والهاك اند سلاش. والريميك خلى كلاود يبقى شخصية مختلفة، وبتشوف قوته الحقيقية ومهاراته في القتال وسرعة لعبه بالسيف وتقطيع الاعداء. فده كان تحدي للمطور انه يعيد بناء لعبة نزلت من اكتر من 20 سنة، وكمان يعيد بناء شخصية كلاود، فهو ما بقاش الشخص اللي يضرب ضربة ويرجع، بل هو البطل الاسطوري اللي بيحارب اعدائه بكل عنف، خصوصا معركته الملحمية مع الزعيم سيفروس كأحد اعظم القتالات في السلسلة. فانت بتحارب سياف عظيم وزعيم اقوى من كلاود بمراحل، خصوصا هيبة وتصميم سيفروس بالجناح الواحد الاسود واللي بيدل على الشر. فور اونر من افضل العاب يوبي سوفت في الجيل الثامن، وهي واحدة من اكتر اللعب اللي بتحسسك بقوة ووزن ضربات السيف قصادها، وفعلا كل ضربة هنا انت بتحس انها اما هي اللي هتنفعك او هتضرك، لان فور اونر لعبة بتطلب صبر في المعارك وحكمة في القتال، ومش الضغط على اي زراير، والضربة الغلط هتتسبب في خسارتك. وبالرغم انها لعبة مبنية على الاونلاين والبي في بي، ولكن بصراحة هو ده ميزتها، انك دايما تحارب لاعبين اما هم اقوياء او ضعفاء. اللعبة بتقدم كذا فصائل زي الساموراي والفايكنج، كل شخصية ليها مميزاتها وقوتها، كل شخصية عندها مهارات خاصة واسلحة مختلفة، واحلى شيء فيها انها عادلة وبتعتمد على مهارات اللاعب، وهل هو لاعب محترف وبيعرف يقطع الاعداء ولا اي كلام. يوبي سوفت بصراحة عندهم الشغف والابداع، لكن المشكلة ان الشغف ده بيجي مرة كل 5 سنين مثلا،
فلما تشوف الانيميشن وفيزيائية التحريك ويوازن كل شخصية، فانت هنا بتستغرب ان ازاي فور اونر من نفس المطور بتاع فالهالا. نير أوتوماتا، واللي بصراحة هي لعبة جبارة وفيها فن وإبداع، وهي رسالة عن الإنسانية. فريق بلاتينوم جيمز أبدع في اللعبة، فالقصة على سبيل المثال هي عظيمة سريالية وفيها مشاعر خرافية مع لحظات عاطفية ومؤثرة، وهي لعبة معقدة. أنت بتلعب بتلات شخصيات، كل شخصية بتفهمك جانب من القصة. إنما عموما بالنسبة للهاك أند سلاش، الكومبات سريع وعنيف، وعدائك في اللعبة هم الروبوتات. أحلى شيء في الجيم بلاي هو تنوع أفكاره. فمثلا لما اللعبة بتتحول لـ2D والمنظور بيبقى جانبي، فكانت فكرة جميلة. برضو معارك الزعماء ملحمية، قتالهم ممتع وجامد، خصوصا مع الموسيقى الأسطورية. برضو مشهد القتال بين 9S و2A قتال خرافي وملحمي. فبصراحة لعبة نير أوتوماتا من أكتر اللعب المظلومة في وطننا العربي. للأسف اللعبة دي مش واخدة حقها أبدا. ثلاثية God of War كلعبة هاك أند سلاش فأكيد كانت خرافية، إنما بالنسبة لي التالت هو الأفضل في السلسلة، لأنه كان متنوع من حيث كل شيء، خصوصا إنك بتشوف الجانب الوحشي والمظلم من شخصية كريتوس، مع أنظمة كومبات ثورية وأنيميشن محترم زي سلاسل كريتوس وتنوع حركتها القتالية. الهاك أند سلاش في God of War 3 كان دموي أسطوري سريع وسلس، حتى نظام الإكسكيوشن كان جامد، وكل سلاح كان له نظام كومبات مختلف زي سيف على سبيل المثال، او زي سلاح ساستس او سلاح كلوز اوف هيدز. ميزة الاسلحة انها بتقدم تجارب لعب مختلفة، كل سلاح له اسلوبه في الحركات القتالية، اسلوبه في الانيميشن، اسلوبه في تطوير السلاح. وفعليا اعتقد ان God of War 3 كانت اكتر لعبة هاك اند سلاش نوعت في الاسلحة والحركات القتالية. وبالرغم ان اللعبة نزلت من 12 سنة، لكن فعليا لحد دلوقتي ممكن تلعبها وتستمتع بيها، لان بتقدم تنوع خرافي من حيث الكومبوهات والاعداء، وقدمت تنوع محترم من حيث الميكانيكس والجيم بلاي وتصميم المراحل. مرحلة زي النار اللي بتوع ولازم تتجنبها، او مرحلة البوابات كانت جميلة، وفي مراحل كتير كانت متنوعة. وبرضو القدرات اللي بتاخدها مع اللعب زي الحذاء اللي بيخلي كريتوس يجري بسرعة، او برضو القدرة بتاعت راس هيليوس. فتنوع الجيم بلاي وتطوره كان محترم. انما اجمد جانب في God of War 3 فكان اخراج معارك الزعماء، فكان اسطورة. وفعليا في ناس بتفضل معارك الزعماء في الثالث عن جزء الريبوت في 2018، معركة العملاق وازاي بتتسلق على جسمه عشان تقتله. الاخراج بصراحة ثورة، وطريقة الكاميرا في التصوير كان شيء خرافي. فاكيد اتفق مع اي حد لو شايف ان God of War 3 هي افضل لعبة هاك اند سلاش. بس عارفين ايه السيء في موضوع الهاك اند سلاش؟ ان في ناس بتوصف العاب انها هاك اند سلاش مع انها بتبقى بعيدة تماما عن الجينرا دي، زي جوست اوف تسوشيما او سيكرو او هيل بليد او تيلز اوف ارايز. الالعاب دي كلها اقرب لالعاب اكشن مغامرة وما فيهاش اي عناصر هاك اند سلاش. مش اي لعبة بتحارب بها بسيف تبقى لعبة هاك اند سلاش. حتى لو دخلت على صفحة اللعبة على ويكيبيديا فهتتأكد من الكلام ده. في النهاية انا بصراحة بشوف ان الصناعة اليابانية هم ملوك الهاك اند سلاش، بالرغم ان الصناعة الغربية ممكن يطلع معاهم شوية محاولات محترمة زي رايس سان فروم. هيدس برضو كان فيها عناصر هاك اند سلاش، وهيفنلي سورد من نينجا سيري. فأحب أسمع رأيكم عن أفضل ألعاب هاك أند سلاش لعبتوها. بشكركم على المشاهدة، ما تنسوش الدعم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأتمنى أنكم تتابعوا صفحاتي على إنستغرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم أحمد السوري، see you next time.